انه نلجأ إلى تفكيك بعض هذه الكتل ومحاولة الاستحواذ على لكن بعضهم، هناك من راهن على تفكيك القائمة وهناك العراقية. من راهن على تفكيك القائمة العراقية وفشل ولله الحمد يعني. بس التفكيك هو مو، تدرين احنا يعني يجب ان يكون هدفنا مو واحد ضد الاخر، احنا هدفنا هو الشعب العراقي ورفاهية الشعب وكرامته ووحدته، وان نمضي بهذا العراق الى شواطئ السلام. مو هو يعني شغلي او شغل فلان ان ايش قد يقدر يفكك العراقية وايش قد يقدر يسوي فلان مشكلة، هذا شيء ما يليق بينا وما يليق بينا كسياسيين، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار مسألة مهمة كلش. تعرفين حضرتك إحنا كنا معارضين لنظام صدام، بس ما قدرنا نسقط النظام، سقطنا يا الأمريكان. الأمريكان كانت الوسيلة. هي الوسيلة، وبالتالي إحنا جينا. فإذا هذا يحتم علينا أكثر أن نضامن لمصلحة الشعب العراقي ولتحقيق هذه المصلحة. اما والله انا اجي ابوق لي واحد اثنين من هنا لا ليست بوقه، بس هي عالم السياسه مليء بالمفارقات ومليء بالتغيرات، ليس هناك ثوابت في عالم السياسه. اكيد اكو متغيرات مستمره، ماكو شيء ثابت بالعالم غير الله سبحانه وتعالى والحياه والموت، لكن اكو ايضا مسائل اخلاقيه بالعمل السياسي. لننتقل لموضوع زيارة النجيف إلى أمريكا والتصريحات التي فسرت بأشكال أخرى ومختلفة أيضا، موضوعة الفيدرالية، ما هو موقفكم من الفيدرالية خصوصا أنتم كقائمة عراقية كنتم ممثلين في لجنة كتابة الدستور؟ احنا طبعا قسم مكانه بالعراقية، احنا العراقية الوطنية اشتركنا بالدستور صحيح القديمة، وأنا شخصيا يعني بعد أن انتهينا من أو انتهوا الأخوان من كتابة الدستور أصريت على بعض النقاط، ومنها كان إبقاء باب تغيير الدستور مفتوح وإعادة مناقشته. جيد. إيه، وصار اجتماع مع السفير الأمريكي إحنا ذاك، وكان الأخ طارق الهاشمي موجود، كان هو وأعتقد أياد السامرائي أيضا، الأخ أياد السامرائي، وصار اتفاق على إضافة هاي الفقرة. ورحنا أنا والسفير الأمريكي ثاني يوم إلى كردستان والتقينا مع الأخ مسعود ووافق الأخ مسعود، وما سواه وصرح به الأخ أسامة أعتقد أخرج من محتوى الحقيقي والتصريح كانت تفسيرات مختلفة تفسيرات، وهو وضح الأمور بمؤتمر صحفي ثاني يوم. أكيد، لكن أنا أريد أفهم وجهة نظرك حضرتك أنت كرئيس وزعيم للقائمة العراقية حول الفيدرالية. إحنا موضوع فيدرالية كردستان هاي منتهين منها. نعم. تعرفين هاي نضجت عبر عقود طويلة من السنين. ليست جديدة. مو جديدة. مسألة الناحية الأخرى الفيدراليات المدن العراقية والولايات والمحافظات إذا بنيت على أسس طائفية فبالتأكيد إحنا ضدها. نعم. إذا انبنت هذا سني وهذا محافظة شيعية. نعم. وهذا أقليم شيعي وهذا أقليم سني، هذا راح يكون بداية لاقتتال كبير. الشيء الثاني يجب أن توضح هاي المسائل، وما هو المقصود بالفيدرالية؟ هل المقصود اللامركزية أم الكونفدرالية؟ مو هذا كله أكيد تختلف هاي المسائل. فيدرالية تبدي من الصفر للمية. نعم. يعني هاي كلها مساحة. في سلم. سلم. نعم. فنريد نعرف شنو المقصود بها، شنو النظام القانوني. الدستور من ذكر مسألة الأقاليم كان يجب أن توضح هاي بقوانين. هاي القوانين ما صارت إلى حد الآن. ولهذا من يحدثون اثنين على فيدرالية، من تسألين كل واحد على حدة ما يعرف شو يجاوبك. شنو هو المقصود؟ وإذا جاوبك ما راح يكون جوابه متطابق مع الشخص الآخر. هاي القصص تنضج ويا الوقت ومع بناء الدولة ومع بناء المؤسسات ومع تعميق النهج الديمقراطي في العراق. حين ذاك متى ما تنضج هاي الأمور راح نقدر نصل ويصل الشعب العراقي إلى اتخاذ القرار اللي يشوفه مناسب. طيب دكتور، ننتقل إلى فاصل ونرجع نكمل الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل ونرجع نكمل الحوار مع زعيم القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه عودة للقاء الخاص مع الدكتور أياد علاوي. دكتور، كنا نتحدث عن موضوعة الدستور وعن نقاط الخلاف في الدستور
وتعديل الدستور. لماذا لم يتم نشر محاضر كتابة الدستور ليطلع الشعب العراقي على ما وجد أو ما نوقش في هذه المحاضر؟ هو الدستور النشر طبعاً. الدستور النشر، لكن النقاش حول هذه النقاط. النقاش يعني مثلاً على سبيل المثال تعرفين الوثائق كلها محفوظة موجودة. اللي هي يجب أن تكون متاحة بأي نظام ديمقراطي لأي من يحب الاطلاع عليها. الوحيد اللي نشر التفصيلات هي ما يتعلق بمعنى الكتلة الفائزة في الانتخابات. نعم. واللي تشير بوضوح إلى أن الكتلة الفائزة هي اللي عندها استحقاق انتخابي، يعني اللي تفوز بالانتخابات. نعم. اللي أطت رأي المحكمة الاتحادية أنه هي الكتلة اللي ممكن أن تشكل بعد الانتخابات. بعد الانتخابات في مجلس. هذا الوحيد اللي نشر بالوثائق وبالفيديو وبالكذا بوقتها، لأن صار تحدي في هذا الموضوع. لماذا لم تطالبون أنتم كزعيم للقائمة وشاركتم في نقاشات كتابة الدستور وحتى اعتراضكم على تعديل نقاط كثيرة في الدستور، لماذا لم تطالبوا بكتابة هذه المحاضر بالذات؟ لا، كتبت كل هالمحاضر موجودة، بس نشرها لأن بانتظار أنه تجتمع لجنة تقرر كيف تعيد النظر في بعض فقرات الدستور. تعرفين الدستور أعتقد، والله ما أتذكر، أعتقد أكو بحدود 52 مادة أو 58، ما متأكد. نعم. يجب أن تصدر بها 60 مادة. 60. نعم، 60 قرارات تفصيلية. صحيح. قوانين تفصيلية. نعم. تشرح هاي المواد، اعتقد 58. نعم. فيجي وقت، وهذا بتصوري ايش حوار، لازم يكون حوار مفتوح، يعني حتى الشعب يشارك به. هو هي المفاهيم الديمقراطيه ان يكون الشعب لا مشارك. لا، بس هيجي بالنتيجه الدستور هو دستور يعني المجتمع ككل. نعم. العراقي. فلهذا بدنا ننتظر ان يصير هاللجنه تقرر كيف ومتى وطريقه إعادة مناقشة بعض فقرات الدستور، حتى من يصير إجماع الدستور يكون دستور موحد، مو دستور مفرق للبلد. طيب، أريد تفسيرا لموضوع زيارة النجيفي إلى أمريكا والتصريحات التي ظهرت التي فسرت بأشكال مختلفة طبعا، لكن لماذا بالذات صدرت هذه التصريحات أو أعلن عن هكذا أشياء وتقسيم وما شابه عند زيارة النجيفي إلى أمريكا، بغض النظر عن كان تقسيم أو غير تقسيم، لكن ارتباطها بأمريكا بالذات لماذا؟ ما لها علاقة أمريكا الرجل، يعني هو دعوة، عند دعوة حقيقة أكشفها لأول مرة، يعني هو كان عند دعوة رفض أن يروح من البداية، رفض أن يروح لأسباب تتعلق بالتعامل الأمريكي وبزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى بغداد، وما زارت مجلس النواب العراقي. نعم. فهذا اعتبرها إهانة بحق مجلس النواب فرفض يروح. نعم. من صار أكو اعتذار ودعوة أخرى. نعم. راح إلى أمريكا، فمسألة روحته ما لها علاقة بالتصريحات. طيب. مو إحنا مرات نحمل الأمور مسائل. تعلم جيدا دكتور أن بايدن هو صاحب قرار التقسيم. لا أدري، بايدن صحيح، بس هو التقى بايدن والتقى أوباما. نعم. والتقى بنسا والتقى الكل، يعني بدون استثناء وزيرة الخارجية. نعم. فالمهم يعني خلي يصير فصل بين أمريكا روحته وبين الحكي اللي حكاه. الحكي اللي حكاه الحقيقة ما قاله بالشكل اللي صور، أنه هو دا يدعو إلى التقسيم وأقاليم سنية وما إلى ذلك. هو اللي قاله كنا نقوله، قال أنه إذا الطائفية السياسية استمرت واستمرت الأوضاع بهذا الشكل فستحصل نتائج غير محمودة العواقب فيما يتعلق بالبلد، وقد يتجه لا سمح الله البلد باتجاهات التقسيم. وهذا صحيح، يعني إذا احنا منجحنا في يعني ترتيب أوضاع العراق ومنجحنا في تحقيق شراكة عراقية وطنية كاملة بين كل العراقيين في عراقهم، وإذا ما نجحنا في سن قوانين مهمة منها توزيع الموارد المالية، منها قانون النفط والغاز، منها كثير من القوانين معقدة، كثير من القوانين. إذا ما نجحنا وإذا ما طلعنا من المحاصصة الطائفية السياسية فالبلد راح يتجه اتجاهات خطيرة جدا، يعني وشفنا احنا أيام الحرب الأهلية ما أو ما سمي وما يمكن
بالعراق الاقتتال الطائفي، الاقتتال الطائفي على الهوية، هذا يرجع يصير أسوأ الموضوع. فهو الأخ أسامة حكى الموضوع بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. طيب بس اليوم بس طلعوا من محتوى، وبدأت المواقف يعني من البعض منا ومنا تطلع أنه والله هذا يدور إقليم وهذا. وأنا متأكد أنه إذا تسألين أبو البصرة أو تسألين، مع احترامي لهم يعني إذا يدعون إلى هذه الدعوات، ظهرت دعوات كثيرة يعني لاحظنا يعني هذا الشيء. تقولي لي اشرح لنا شنو الفدرالية، ما يعرف ما يندر يعني. لكن سوء الخدمات وتردي الأمن والعنف دعا المواطن أنه يتعلم مسألة الانفصال. ولهذا نقول أنه الخروج من عنق الزجاجة يكمن في مصالحة وطنية وفي حكومة شراكة وطنية. بمناسبة ذكر المصالحة الوطنية، أي. هل المصالحة اليوم هدف أم وسيلة؟ لا وسيلة، هي هدف ووسيلة بنفس الوقت. بنفس الوقت هدف أن نوصل له، ووسيلة حتى نقدر نتقدم، لأن أنت ماكو مجتمع يبنى على الحقد والكراهية والبغضاء، ماكو شيء، ولا أكو عملية سياسية ممكن أن تصير بهذا الطريق. إحنا علينا أن نبني وضع رصين، وبعدين من تصير ديمقراطية كاملة. الشعب العراقي يريد يقرر، مو بس البصرة. تعتقد كم نحتاج لنحقق ديمقراطية حقيقية؟ والله بصراحة نقدر نحققها إذا خلصت النوايا وحسنت النوايا وتوفرت الثقة وسياسة الاستحواذ ابتعدنا عنها، فبالتأكيد ما راح تستغرق فترة طويلة. اليوم ما طبيعة التحالفات السياسية للأميركان مع القوى السياسية العراقية؟ والله الأمريكان حائرين بأمرهم. حائرين بأمرهم. بلي. نعم. أنا كنت مدعو لاجتماع للناتو. هو هذا السؤال الآخر طبعاً. في في إيطاليا. نعم. وكان الأخ مسعود أيضاً مدعو له، بس الأخ مسعود بسبب ظروف شخصية ما قدر يروح. نجربان. أجانا نجربان الأخ نجربان البرزاني، وكنا أنا وياه وتحدثنا معهم، فسألتني سيدة من عضوة مجلس نواب في بريطانيا. قالت لي شنو يعني نصيحتك للناتو، حلف الناتو يعني، نعم. فيما يتعلق بالعراق والأوضاع بالمنطقة. قلت لها أولا يجب أن تكون هناك رؤى موحدة عند دول الناتو، مو كل دولة تتصرف شكل. هاي الرؤى الموحدة ما موجودة إلى حد الآن، أنتم متناقضين بين بعضكم البعض. ثانيا بناء على هذه الرؤى يجب أن تكون هناك سلوكية موحدة. هذه السلوكية يجب أن تعتمد على منطلقات أساسية. أولا تقليص حجم الخسائر اللي يصير، عدم خلق فراغ سياسي مثل ما حصل عندنا بالعراق. ثالثا إعداد ما يمكن أن يحصل في المناطق الملتهبة الآن مثل اليمن ومثل ليبيا وإلى آخره، لأن ليبيا عمليا أكو حرب أهلية. نعم. ورابعا عدم السماح لقوى التطرف أن تسيطر على مقدرات الأمور. وخامسا النظم والكيانات السياسية يجب أن لا تتصدع، يعني مو معناها تتقسم البلدان مثل ما حصل بالسودان الآن. نعم. لأن هذا يشكل خطورة، وحتى ليبيا لا سمح الله أيضا معرضة للتقسيم الآن طبعا. بنتيجة ما حصل. فكان هذا الجواب. ويقال حتى مصر مو شكاء للتقسيم أو على التشرذم. كلها يعني عدت سألتها سؤال لهم كلهم، قلت لهم خلي أسألكم سؤال الآن وأريد جواب مشترك منكم كلكم. قلوا لي الداي آفتر، يعني اليوم بعد سقوط مثلا القذافي إيش راح يصير البديل تقصد؟ بالضبط البديل. نعم. والنظام البديل. نعم. قلت لهم قدرون طبعا قاعدين هم من كل، طبعا كانت إيران موجودة لأن كانت هاي الجلسة مخصصة لمناقشة ما يحصل بالمنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم دعوة حضرتكم ودعوة شخصية كردية ممثلة بالسيد مسعود. نعم الأخ مسعود. ولا لم يتم دعوة أي شخص من الطرف الحكومي. والله ما شفت أحد من الحكومة. يعني طبعا أنا راح أتمثل مو أمثل الحكومة. تمثل قائمة العراقية. لا ما لها علاقة بالحكومة. نعم تمثل قائمة. دعيت كشخص يعني كشخص. سياسي معروف. طيب. على الصعيد الإقليمي والدولي والعراقي، حتى مو عن العراق بس أيضا تحدثت باسم العراقية. وعبرت عن رأي العراقية يعني بشكل واضح في الاجتماعات. المهم القصد اللي أرد قصده أنه الوضع الأمريكي مرتبك. نعم. شفناه مرتبك في أفغانستان، شفناه مرتبك في باكستان، شفناه مرتبك بالعراق. وإحنا بحاجة إلى صداقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبحاجة إلى أن تكون لنا علاقات متميزة مع أمريكا. بس من واجبنا أيضا أن نرشد